الميادين ميدان الوثبة الذي يشهد هذه الانطلاقات، وعبر سيدة القنوات الرياضية قناة أبو ظبي الرياضية التابعة والناقل لهذا الحدث من موقع الحدث عاصمة الميادين ميدان الوثبة. نذهب مباشرة مع مقدمة الشوط مع المركز الأول، من تسيطر بمقدمة الشوط على هذا الانطلاق بالمركز الأول تحتل وتسيطر بالقيادة مشاهدين الكرام سرابة لهجن الرياسة. مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي المميز يتابع انطلاق سرابة، ولكن التغيير يبدو من متعب لهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري يتولى عملية التدريب والتضمير. انتقل مباشرة مع المركز الثاني وراء الذيبة لهجن الرياسة، حمدان بن عوض بالكيل العامري يتولى عملية التدريب والتضمير. رابع المراكز مشاهدينا الكرام وصلت بنت صوغان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي، سهيل بن سالم بن سهيل العامري يتولى عملية التدريب والتضمير. قدوم مع خامس المراكز مشاهدين الكرام في هذه اللحظات من تصل وتنضم هنا في هذا الانطلاق المميز، وتتواجد مشاهدينا الكرام في هذا المسار على الذيبه لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع يتولى عمليه التدريب والتضمير. انتقل الى سابع المراكز وارى ميراج لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع يتولى عمليه التدريب والعنايه التامه. المركز الثامن وحان دوره مشاهدينا الكرام، ارى اللي في المركز الثامن في هذا الانطلاق والمسار هنا من تاتي مشاهدينا الكرام هملولة، تعود الملكية لهملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان محفوظ بن خميس هلنيبي يتولى عملية التدريب والتضمير. تقدم هنا من ناصية لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين من يتولى عملية التدريب والعناية التامة. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط مع المركز الأول الذيبة، الذيبة مع قيادة المسيرة، الذيبة لهجن الرياسة حمدان بن عوض بالكيله العامري يتولى عملية التدريب والعناية التامة لهذا الانطلاق والشعار بمقدمة الشوط بالمركز الأول. تليها مباشرة متعب لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري المستحيل يتابع انطلاق متعبه من ترافق الذيبه بصداره المقدمه. المركز الثالث الذهيبه لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع من يتولى عمليه التضمير. المركز الرابع ارى سراب الهجن الرياسه مبارك بن احمد بن مايد الخيلي المميز يتابع انطلاق سرابه مع المركز الرابع. المركز الخامس وصلت مشاهدينا الكرام هنا وتتقدم بنت صوغان لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري يتولى عمليه التدريب والتضمير. وصول من هملوله، تغيير يبدو لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان محفوظ بن خميس النيبي يتولى عمليه التدريب والتضمير. تقدم ممتاز من ناصيه لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف ال نهيان الصادق فضل الامين في المتابعه والعنايه التامه. ميراج من تاتي مشاهدي الكرام ودمعه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع من يتولى عمليه التضمير. نعود مع البدايه، نعود مع مقدمه الشوط متعبه من تغير الامور بصداره المقدمة بالمركز الأول لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري المستحيل يتابع انطلاق متعبة مع مقدمة الشوط مع المركز الأول مع المسار المطلوب من تسيطر به متعبة لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري. الكيلو ونصف الكيلو يفصلنا عن خط النهاية عن ناموس هذا الشوط، وما زالت دمعة أو متعبة مشاهدين الكرام مع المقدمة، متعبة مع الصدارة لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز الثاني الذيبة لهجن الرياسة حمدان بن عوض بالكيله العامري يتولى عملية التدريب والتضمير. هملولة من تشكل الكوكب الثلاثية في ثالث المراكز لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان محفوظ بن خميس النيبي. الشعار العناوي يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع التقدم من سرابة لهجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي المميز يتابع انطلاق سرابة. وصول هنا ناصية بدأت تغير من مركز إلى مركز لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان
الريان الصادق فضل الأمين. فالمتابعة والعناد التامة، أعود مع البداية، أعود مع المقدمة، أعود مع متعبة، متعبة مع الصدارة، متعبة مع المركز الأول، ما زالت مسيطرة مع مقدمة الشوط، ولكن تشكل الكوكب الثلاثية مع القيادة والصدارة. ولكن الأبرز، الأفرز، المغادرة حدثت مع متعبة. تحركت الذيبة، تحركت هملولة. يا ترى هذا الرقص، هذا العرض المميز، يا سلوب متعبة بالفعل، بالفعل متعبة ما زالت مع المقدمة، الأقرب للفوز، الأقرب للناموس، الأقرب للانتصار. التحركات قادمة، هملولة قادمة بكل قوة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان، محفوظ بخميس النيبي، يتابع انطلاق هملولة. يا سلام هملولة، متعبة متعبة متعبة، هملولة هملولة هملولة، متعبة متعبة هملولة، متعبة الأقرب، هملول هملولة رافع على التهديد، هملولة 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 ومتعبة، متعبة وهملولة، أيهما صراع الأقوياء، صراع الأبطال. هملولة غيرت، غيرت هملولة، انتزعت المركز الأول، غادرت بالفوز، غادرت بالناموس. الشركة الزعيم العناوي محفوظ بن خميس الينيبي على هذا الأداء المميز، تهانينا والناموس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهياوي المحفوظ بن خميس الينيبي المركز الثاني، متعب الهجن الرياسة المركز الثالث الذيبة، الهجن الرياسة المركز الرابع، ناصية لسمو الشيخ نهياب ذياب بسيف نهيان المركز الخامس، سراب الهجن الرياسة. هكذا كانت المتعة، هكذا كان التحدي والإثارة. ولكن مشاهدينا الكرام، هملولة منالت شرف الناموس وهدة الفوز، مالك كازم الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان، وهي المضمر محفوظ بن خميس هيلينيبي. في انتظار التوقيت الزمنية من مخرجنا المميز أسامة الهواري أبو طلعت، شكرا على إبداعك ولمساتك في خلال كل شروط توافينا بالعادة البطيء. ها هي أمامكم هملولة، 7 دقائق 56 ثانية، جزء واحد يتيما من الثانية. هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان، تهانينا والناموس، وأيضا تهانينا والناموس محفوظ بخميس النيبي. 7 دقائق 56 ثانية، 8 من الأجزاء مشاهدي الكرام، متعب الهجن الرياسة، تهاني الراشد بن محمد بسم المنصوري من حل الثالثة. مشاهدينا الكرام، هاي أمامكم المركز الثالث مشاهدينا الكرام، 8 دقائق 4 من الأجزاء، تهانينا والناموس لهجن الرياسة، وتهانينا مضمر الذيبة حمدان بن عوض بالكيل العامري، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.